الخبير الفني بعد 48 يوم من فحص هواتف المحموله الخاصه بحنين حسام، 48 يوم وهي مده كافيه جدا انه يفحص هواتفها المحموله ويفحص كل شيء ويجيب تقرير وافي ويسال امام النيابه العامه، هل حساب المتهم هل قمت بالاطلاع على الصفحه الخاصه العامه لحسابها؟ قال له ايوه انا. قال هل يحوي حاسبها ده على اي صوره عاريه؟ قال لم يحدث هذا، ما فيش صوره عاريه، ولكن اكتفى بانها تقف بوقفات مختلفه وغريبه. حنين حسام بنت ساقطه، بنت مثلا تدعي الى الفجور ولفت الانظار والى ما شابه، الكلام ده كله مش حقيقي بالمره، ولازم قبل لازم نتحرى الدقه. انت مش محامي يعني، انت شخصيا اللي بتفكر وبتسال عن مين حنين حسام. حنين حسام جايبه في الثانويه العامه 93%، يعني الناس اللي بتهاجم حنين حسام تتميز بالثقافه العاليه. كل شخص حر في طريقه تعبيره عن زيه، اذا اصبح الزي ده مخالف لطبيعه غير متحمله اصبح في جريمه. الجريمه المرتكبه ليست جريمه بشعه، يعني هي مش بنت بتمارس الدعاره ولا بنت بتمارس افعال منافيه للاداب عشان نقول عليها انها جريمه كبيره زي دي في حق بنت مصريه لم ترتكب جرائم المسندة إليها. جريمة الإتجار بالبشر اللي وجهتها النيابة العامة لحنين حسام كانت بناء على الفيديو المؤرخ بشهر بأواخر شهر مارس اللي تم نشره وتداوله على السوشيال ميديا، وكان تم توجيه كلمات معينة فيه على أثر الكلمات دي اللي هي ندت الفتيات بالانضمام إليها في وكالتها. ده كلام كان مرسل طبعا، والمحكمة عرفت الكلام ده كلام كان مرسل من جانب الإدارة الخاصة بالتيك توك عشان تزود أعداد الفتيات في الصفحات دي، إنها تخلي في صفحات كتيرة بتعرض برامج وأشياء مختلفة. ده كان قصد الجنائي بتاعها وكان قصدها لكده، وده كان الحقيقي فعلا، يعني ده كان الطبيعي فعلا في الدعوة دي كلها بأكملها كده، وده ثبتته المحكمة إن البنت ما عندهاش علم خالص بأي شيء، ومفيش أصلا شيء في الدعوة يعني غير اللي احنا بنقوله. يعني الإتجار بالبشر جريمة النيابة العامة وجهتها ليها في 4 أيام، بعد ما نزلنا 4 أيام قدام المحكمة تم إخلاء السبيل بكفالة 10,000 جنيه. محكمة ذكية جدا، وأنا بشكرها جدا على يعني على ذكائها العالي وعلى إلمامها بالموضوع وعلى براءة البنت، لأن هي ميزت ما بين متهمة بريئة وما بين متهمة عاقبتها بعقوبة الغرامة. إحنا اترفع عننا الغرامة والحبس، الحمد لله براء. وبالفعل حنين تم ضبطها واتسالت على فكره في كل كلمه في الفيديو، وكان كلامها واضح جدا، انت بتدعو الفتيات؟ قالت انا بدعو للفتيات في الفيديو لاظهار مواهب، سواء كان غنى، سواء كان رسم، سواء كان طبخ، عبر الصفحات دي، وبيتم مطالبه 5-6 فيديوهات، والفيديوهات دي بتعرض. بخصوص ربط مواد الادهم بحنين حسام، احنا اتفاجئنا، يعني انا زيكم صراحه اتفاجئت بان مواد الادهم دخلت مع حنين حسام. يعني الضبط اللي موجود فيه قدام عيني، شايف حنين حسام موجوده قدام النيابه العامه لوحدها، فوجئت بعد 2 أسبوع انها بتضاف لقضيه حنين حسام، ومش كده وبس، لا ده المواد بقت اصبحت متهمه اولى يعني، وحنين متهمه ثانيه، على الرغم ان اثار الفتنه كان الفيديو الخاص بحنين. غرامه مواد كان حكم محكمه اول درجه، حكم محكمه اول درجه كان صادر بالنسبه لحنين حسام وبالنسبه لمواد وبالنسبه للثلاث اشخاص الاخرين احمد سامي ومحمد علاء وغيره، كان بحبس 2 سنين وبغرامه لكل شخص من هو 300,000 جنيه. محكمه الاستئناف لغت القرار بالنسبه، ادت براءه بالنسبه لحنين وبالنسبه للولاد، وايدت الغرامه على مواد الادهم 300,000 جنيه. النيابه العامه استعلمت عن حنين حسام واهلها امها وابوها عن ارصدتهم البنكيه حاجات طبيعية طبعا لابوها وامها، حاجات تعيشهم 5-7-8 آلاف، لكن بالنسبة للبنت النيابة العامة بعد ما فحصت حسابها البنكي لم تجد سوى 514 جنيه. الحصول اليوم على البراءة، الوقت المستغرق بإذن الله يعني 2-3 أيام. يعني أنا سمعت أخبار النهاردة متداولة إنها هتروح على القسم الساحلي وتخرج على طول هي وبقية المتهمين، لا الكلام ده عشوائي طبعا مش حقيقي، لان هي على ذمه سجن النسب القناطر الخيريه، ما اعتقدش ان لازم تروح تعمل اخلاء طرف وتعمل حاجه اسمها صحه افراج وتمضي على صحه افراج دي من المحكمه المختصه وتتعرض عرض مباحث ويتم اخلاء سبيلها باجراءات طبيعيه وروتينيه لكل الناس. لا ما اعتقدش انها تستمر في العروض دي، اللي شافته مش قليل يعني، لكن هي تحمد ربنا واكيد وتنتبه لدراستها اكتر. حنين حسام بنت ذكية وبتفهم، واكيد ده كان درس قوي ليها، حتى لو كانت الحاجات دي بالنسبة لي انا كحسين البقار
مخالف للقانون المبادر، مش مخالف، ما اقدرش اقول مخالف، يعني اقدر اقول ان انا عندي لا احبذ ذلك، انا من منطقه ريفيه، لكن انا لا احبذ ذلك. بنت طبعا يعني كانت سعيده جدا النهارده، كانت فرحانه، وابوها وما طبعا يعني كانوا في قمه السعاده، شكرنا ربنا والحمد لله.